وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في نشرة التاسعة. أنباء المال والأعمال مع رجاء رمزي، تفضل رجاء. شكرا إيمان، شكرا ليلى. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. تسلمت مصر أكثر من 25,000 رأس ماشية من السودان وتنزانيا وجيبوتي وأوغندا استعدادا لضخها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والمنافذ الأخرى، ذلك في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك. سيتم ضخ نحو 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية يوميا من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك في الوجه البحري والقبلي بالإضافة إلى المنافذ الأخرى بسعر 195 جنيه للكيلو. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها بالإضافة إلى الدواجن المجمدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش. تواصل المركز مع محافظة شمال سيناء التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش. وشددت المحافظة على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع. تشمل التعويضات عدة بدائل، من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة، أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش. عقد وفد اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا اجتماعهم الدوري في المنطقة الصناعية بالشرق بورسعيد، وذلك بحضور ممثلي أبرز مصنعي السيارات ومكوناتها على مستوى العالم. في هذا السياق قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قال إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها واحدة من القطاعات الصناعية المستهدفة توطينها في خطة المنطقة الاقتصادية 2020-2025. كما أشار جمال الدين إلى الحوافز الاستثمارية الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر الماضي، ذلك مع تزايد حجم الطلب على هذا القطاع خلال السنوات المقبلة في السوق المحلي والإفريقي. وإلى البورصة التي سجلت أداء قويا خلال شهر مايو، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 6.52% ليغلق عند مستوى 3250 نقطة. كما قفز مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة نمو بلغت 5.25% ليغلق عند مستوى أكثر من 4875 نقطة. يأتي ذلك فيما صعد 14 سهما بالبورصة بنسبة تجاوزت 25%، وذلك خلال الشهر الماضي. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بدعم من إقرار الكونغرس الأمريكي اتفاق سقف الدين الذي يجنب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلف عن سداد ديونها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة من بلغت 2.5% لتغلق عند 76.13 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 2.3% لتصل إلى 71.74 دولار، فيما صعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2% لتصل إلى 2.36 دولار، فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.65%
تسجل دولارين 2.17 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت مصادر في أوبك بلس إن التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء في مقدمتها روسيا سيعقد اجتماعات تستمر ليومين، من المحتمل أن تختتم بالاتفاق على تخفيضات جديدة للإنتاج تصل إلى مليون برميل يوميا. يضخ أوبك بلس نحو 40% من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراته تأثيرا كبيرا على أسعار النفط. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على نفط بشكل أكبر في النصف الثاني من العام 2023، مما يحتمل أن يعزز أسعار النفط. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لرفع سقف دين الحكومة الأمريكية إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار، مما يجنب البلاد ما كان ليصبح أول تعثر أمريكي على الإطلاق في سداد ديونها. كان مجلس النواب والشيوخ قد وافقا على التشريع في الأيام الأخيرة بعد أن توصل بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارتي توصل إلى اتفاق عقب مفاوضات شهدت توترا، وحذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على سداد جميع مدفوعاتها في 5 يونيو إن لم يتصرف الكونغرس في الأمر حتى هذا الموعد. نهاية مشاهدينا هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ليلى وإيمان، فإليكم. شكرا لك يا رجل.